هاجم سفير روسيا في سوريا ألكسندر يفيموف هاجم إسرائيل التي تهدف لإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا على حد وصفه، مشيرا أن إسرائيل تستفز روسيا للقيام برد فعل على هذه الهجمات. غياث المحمد والتقرير التالي. من دمشق وبلهجة روسية لم تعتدها إسرائيل من قبل، يصرح السفير الروسي في سوريا بأن إسرائيل تستفز روسيا لترد على هجماتها، وذلك في معرض لقاء خاص به شكر فيه نظام الأسد على الدعم المقدم لروسيا بخصوص غزو أوكرانيا قائلا: إن الصديق وقت الضيق. السفير الروسي صعد من لهجته أكثر وقال إن إسرائيل تهدف إلى تصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا، وكانت إسرائيل قد قصفت عدة مواقع في سوريا بداية الشهر الحالي، وذلك ضمن مئات الغارات التي اعتادت الطائرات الإسرائيلية شنها على مواقع تابعة لإيران وميليشياتها في سوريا خلال الأعوام الماضية. التصعيد الروسي يأتي رغم وجود اتفاق معلن بين روسيا وإسرائيل يقوم على التنسيق بينهما منعا للتصادم، بيد أن روسيا أعلنت سابقا تفعيلها لمنظومة الحرب الإلكترونية في قاعدة حميميم والتي بإمكانها تغطية أماكن واسعة من الشرق الأوسط، ما يعني التشويش على الطائرات الإسرائيلية، إلا أن ذلك لم يوقف القصف والذي قتل أخيرا اثنين من الحرس الثوري الإيراني جنوبي دمشق. وهنا ما الجديد الذي حدث ليخرج سفير روسيا ويصعد ضد تل أبيب؟ للنقاش معنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر، كما ينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي سامر إلياس. سيد سامر، ما هي قراءتك لتصريح السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف حول أن الضربات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى أحداث مزيد من التصعيد وجر روسيا إلى معركة لا تريدها؟ مساء الخير لك وللسادة والسيدات المشاهدين وللضيف الكريم. لا أعتقد بأن هناك تغيرا كبيرا في الموقف الروسي من حيث المبدأ، ولكن أرى بأن هذه التصريحات هي للداخل السوري ربما وللأوضاع في سوريا، ولا تنم عن تغير أساسي في الاستراتيجية الروسية المتبعة بالسماح للاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ضرباته في سوريا إذا كانت هذه الضربات تستهدف الوجود الإيراني ولا تؤدي إلى نزاع مسلح ربما واسع النطاق. ربما هي تكون أيضا في مجال التذكير بالدور الإسرائيلي في موضوع الحرب الروسية على أوكرانيا في الفترة الأخيرة ومحاولة لضبط المواقف الإسرائيلية وإبقائها ضمن التأييد للجانب الروسي في هذه الحرب وعدم الإقدام بشكل أكبر على مساعدة أوكرانيا، لتذكيرها بأن مصالح إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي الأساسية هي بالتنسيق مع الجانب السوري. أنا أعتقد بأن روسيا إذا أرادت بشكل أساسي أن تقوم بأي رد على العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية فإنها تستطيع القيام بذلك، ولا حاجة لها لتكرار موضوع ما تقوله جبهة الممانعة عادة بأنها تحتفظ بحق الرد أو أن هذه الأمور تهدف إلى إلهاء جيش النظام والميليشيات الطائفية عن القيام بأعمالهم في محاربة الإرهابيين كما كانت، وعندما كانت ترد بشكل أساسي على الاعتداءات الإسرائيلية وخروقها للسيادة بضرب إدلب وضرب مناطق في حلب وقتل الأطفال السوريين. الجانب الروسي قادر على الرد إن أراد بشكل أساسي حتى من دون تحذير إسرائيل، ولكن أرى بأن هذه التصريحات للاستهلاك الداخلي المحلي فقط. طيب. لا غير، ولا تنم عن تغيير السياسة الإسرائيلية السياسة الروسية نحو إسرائيل وضرباتها في سوريا. سأعود إليك للسؤال عن جانب آخر من هذه التصريحات ورد كذلك، ولكن أرحب مجددا بالدكتور مأمون أبو عامر. دكتور مأمون، هل ترجح فعلا أن تكون تصريحات يفيموف للداخل السوري؟ لأنه ما ورد منذ أسبوعين تقريبا عن وفود روسية زارت تل أبيب تحدثت بأنه التنسيق جار مع تل أبيب حول ولا تغيير على هذا التنسيق حول حرية حركة الطائرات الإسرائيلية في السماء السورية. السلام عليكم. حقيقة يعني تحية لك ولضيفك الكريم، اتفق مع تماما في ان هذه التصريحات تصريحات
للاستهلاك المحلي لا تتجاوز أكثر من ذلك. حقيقة المصالح الإسرائيلية الروسية متشابكة، وهذا يفسر لنا لماذا إسرائيل تأخذ موقفا أشبه ما يكون بالحيادي من أزمة أوكرانيا. وبالتالي يعني إسرائيل ربطت علاقاتها بالمسألة الأوكرانية في دورها في سوريا ودور الاتحاد دور روسيا في الاتحاد في سوريا. هذا الأمر أن يعني العلاقات يعني، وهذا أعطى الإدارة الأمريكية أيضا جانب أن تغض الطرف عن هذا العلاقة ما بين إسرائيل وما بين روسيا، بهدف أنه إسرائيل كما كان وصريح العبارة قالت أن مصلحتها مع روسيا في الحفاظ على قواعد اللعبة في داخل سوريا تطلب منها عدم الذهاب بعيدا بالالتصاق بالموقف الأمريكي. ولذلك هذا الأمر يعني واضح تماما أنه يعني التنسيق عالي جدا ما بين الطرفين، وهناك مصالح مشتركة بشكل كبير. لو كان الأمر كما يتحدث السفير الروسي، لماذا إسرائيل يعني تتخذ هذا الموقف في المسألة الأوكرانية لو كان هناك خلاف أو صدام في هذا المسألة؟ لكن في جانب آخر هناك مصلحة أيضا روسية في استمرار إسرائيل في قصف الإيرانيين، وهذا طبعا له جانبين. الجانب الأول هي تريد أن تضبط الإيقاع في الساحة السورية بحيث لا تهيمن إيران على الساحة السورية، وتبقى القيادة والسلطة والهيمنة بيد روسيا في أولا وأخيرا، طبعا مع دور إيراني محفوظ بنسبة معينة، لكن تريد روسيا أن تبقى صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الملف. ثاني نقطة وهي ما يحدث من تسارع في موضوع ملف النووي الإيراني، وهو المفاوضات المتسارعة ما بين واشنطن ومن جهة وإيران من جهة أخرى، حتى وصلنا إن الملف الفني قد انتهى. وأنا الآن كما قال عبد الإله لهيان وزير الخارجية الإيراني أن الأمر مرتبط بقرار سياسي، وبالتالي الآن هناك نحن ننتظر كل لحظة وكل ساعة أن ممكن أن يعلن الطرفين على التوصل إلى اتفاق ما بينهما. هذا لا يعجب روسيا، لأن هذا الأمر وصول الاتفاق يعني أن إيران ستبدأ ضخ الغاز والنفط في السوق الدولية، وهذا سيخفف الضغط على الغربيين على أمريكا وأوروبا في موضوع النفط والغاز، وبالتالي هذا لا يريح روسيا، وبالتالي هي معنية في أن يكون هناك إعاقة نسبية بهذا الموضوع باتجاه الملف النووي الإيراني وتعطيله. وقد شهدنا بعد ذلك أن روسيا قدمت شروطا، طالبت باستثنائها من العقوبات التي كانت المفروضة على روسيا في علاقتها مع إيران، وهذا طبعا يعني أجل بعض الشيء الحوار ما بين الطرفين. لكن يبدو أنك الأمريكان أدركوا حقيقة أن يعني رفع العقوبات تجاه روسيا مع إيران لا يؤثر على مجمل القواعد الضغط الأمريكي ضد روسيا، وبالتالي تساهلوا في هذا الملف نوعا ما. نعم، لكن سيد الياس اليوم ما المقصود بتصريح يفيموف عندما يقول بأن الضربات الإسرائيلية تهدف لإفساح المجال أمام القوى الغربية للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا؟ يعكس وكأنه استشعار روسي بخطر وشيك بنقل الحرب إلى سوريا أو ضرب المصالح الروسية في سوريا من قبل الغرب. الجانب الروسي يخشى بعد الأزمة الأوكرانية من أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا إضافية عليها في أكثر من ملف من ضمن هذه الملفات المرشحة لتوجيه ضغوط أمريكية على روسيا هو ملف شرق الفرات في سوريا. القوات الأمريكية موجودة في هذه المنطقة، يمكن أن تعمل على تعطيل الوجود الروسي في سوريا، يمكن أن تعمل على تحفيز الجانب الكردي على شن عمليات ربما تستهدف مواقع النظام، ربما تستهدف إعلان بشكل أو بآخر عن خطوات تبعد الإدارة الذاتية الكردية عن الحكومة المركزية في سوريا، وتنحى نحو ربما تشدد هذه الإدارة الذاتية، تشدد الإدارة الذاتية الكردية بمطالبها نحو حكومة دمشق. ومعلوم بأن الجانب الروسي أعلن أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع النزاعات الانفصالية في شمال وشمال شرق سوريا، واتهمها بأنها تدعم الأكراد من أجل الانفصال عن سوريا وتشكيل كيان انفصالي في هذه المنطقة. هناك خوف روسي من ضغوط أمريكية إضافية ووجود أمريكي إضافي في سوريا، أعتقد بأنها هي السبب الأساسي من هذا الموضوع.
نعم، أختم معك دكتور مأمون. لن نشهد إذن أي انخفاض في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية مستقبلا في سوريا ولا حتى بالشكل؟ لا، هو يعني الذي يحكم هذه العمليات هو مصالح إسرائيل يعني وما يتوفر من معلومات حول قضايا التسلح في سوريا من قضايا صواريخ دقيقة أو وجود مجموعات مسلحة معينة ممكن تصل إلى قرب من الحدود الجولان، وبالتالي تدخل إسرائيل في هذه العملية. لكن الانخفاض والتصعيد مرتبط فقط بالمصالح الإسرائيلية وليس مرتبط برفض روسي أو تدخل غربي. لكن في نقطة مهمة أشير إليها في النهاية، أن روسيا تدرك أنها قد تكون الساحة السورية أحد الساحات التي قد تشتعل في فترة معينة في حال استمر الصراع في أوكرانيا. قد تعمد الإدارة الأمريكية على تسليح جماعات من المعارضة في سوريا ويبدأ عمليات ضغط ضد روسيا في منطقة في هذه الحالة، وبالتالي هذا الأمر يعني مطروح على الطاولة. والإدارة الأمريكية صعدت في الفترة الأخيرة من حديثها ضد النظام السوري، وهذا يعني أن أمريكا قد تذهب إلى مسك بالورقة السورية من أجل الضغط على روسيا في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك على المشاركة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر. الشكر موصول لسامر الياس، لكن سنستأنف الحوار معك الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي بعد فاصل قصير. مشاهدينا ابقوا معنا.